السلام عليكم. اليوم نقدم لكم السلو، الطريقه ديالي في السلو. نتمنى يعجبكم الفيديو، كيجي معلك وزوين. تابعوا معي الفيديو حتى الاخر. نبداو على بركه الله. عندي هنا واحد 3 كيلو ديال الجنجان، هذا الجنجان البلدي اللي تيكون هكا احمر، هذا راه مغسول ومنشفاه مزيان. هذا جبتو ليا امي من المغرب، حيت ما كاينش هنا هذا البلدي الاحمر بحال هكا، ما كاينش، كاين غير الابيض. انا نوريه لكم، كاين غير بحال هذا. هذا تيكون ابيض شويه، هذا ما تيكونش بلدي. اللي كيجي في السلو كيجي زوين هذا البلدي هذا. وعندي واحد 2 كيلو ديال اللوز، وعندي القرفه القرفه، وعندي الكوزه، ناخذ غير وحده. وعندي النافع وحبه حلاوه. دابا هذا الججلان عندي موصول منشف مزيان، بقى نغسل غير النافع وحبه حلاوه صافي. واللوز ما غاديش نقليه، غادي ندخلو للفران، غادي نحمره في الفران بالقشور ديالو، غير غنمسحو مزيان لا تكون فيه شي غبره ولا شي حاجه، وغنحمر. غنوريكم هانتوما، غسلت هنايا، حنا كنغسل هنا النافع وحبه حلاوه. هانتوما شوفوا التراب بلاتي، واحد كاين اللي ما كيغسلوش راه تيكون فيه التراب، وديك التراب هانتوما شفتوا، ها هو التراب، ها هو. نقربو ليكم، راه تيكون فيه التراب، ديك التراب بحال هانتوما، هانتوما شفتوا، ها هو التراب. خصو ضروري يتغسل النافع وحبه حلاوه، خصهم ضروري يتغسلوا. دابا هادو غنشفو، نشف ليا مزيان في الشمس ونقيه ونقليه. ها ولكن راه غنعاود مازال نغسلو، هادي راه غير الغسله الاولى، قلت غنوري لكم التراب اللي لقيت فيه. الرز هنا درته في الطاوه، وغندخلو الفران باش يتحمر ليا. وواحد نص كيلو هنا، 3 كيلو وواحد نص كيلو مخلياها باش غنقلي نقليه، نفسخو نفسخ ليه الجلده ديالو، نقليه باش نزين السله. كنبدا نقلي في الجنجلان ديالي، كتشوفوا البوطه تتكون مهيله، ما تتكونش مجهده باش ما يتحرقش لينا الجنجلان. ونختاروا شي مقله ولا شي حاجه فاش نقلي، وتكون ثقيله شويه. هذه راه ديال الشراميكا، كتكون ثقيله شويه، كتكون ثقيله ديال السيراميك، كتليق بحال هكا القليان، ولا الا بغيتي تقلي شي حاجه كتجي زوينه فيها. انا ما كنديرش الكاوكاو، واللي بغى يدير الكاوكاو يديرو، غير هو اللي بغيتو ديروه تحمروه مزيان، يتحمر مزيان. ولا كنتو بغيتو ديروه، ما خاش السلو ديالكم يكون غيطول عندكم، يكون غيديروه بالكثره. الا درتوه بالكثره من الاحسن ما ديروش الكاوكاو، حيت كيعطي مع المده، كيعطي واحد المذاق مزوينش، بحال اللي بحال الغموليه، كيجي ما كيجيش زوين. انا راه كنحمر الجنجان، كنحمرو مزيان، كتشوفوا اخواتي اليوم كنديرو في السيمانه الاخرى اللي بقات ان شاء الله رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحه وراحه البال علينا وعليكم. انا ديما ما كنديرش هذا الشيء قبل، حتى كتبقى ليا السيمانه عفوا السيمانه الاخرى، وعاد كنبدا نوجد. ما كنوجدش هذا الشيء انا قبل بشهر ولا 20 يوم ولا حتى 15 يوم، ما كنوجدوش، كنبغي ندير كلشي طري هو هذاك، كيبقى واحد الوقيت زويون شويه قليل وصافي صافي. وباش ان شاء الله اليوم شنو، اليوم الاربعاء كتشوفوا، يعني السيمانه الجايه رمضان، الله يدخلنا بالصحه وراحه البال. وان شاء الله ملي غنكمل من السلو غادي ندوز نوريكم كيفاش الطريقه ديالي في الشباكيه وبريوات. ما كنديرش انا ديك، ما كنديرش ديك الشيء، وكندير في الكونجيلاتور، ما كنديروش بالكثره داكشي، علاش ما كنديرش يكون فيديوهات التحضيرات ديال رمضان، كل نهار ورزقه
وكل نهار والشهيوات ديالو. واخا الواحد حتى اللي بغي يديرو يدير في كونجيلاتور غيتشهى شي حاجه، ما غاديش يقدر يجبد داكشي اللي في الكونجيلاتور عنده يسخنو ياكلو. الله يحسن الهوان، الواحد كيضل صايم نهار كلشي وباش غادي يجبد شي حاجه من الكونجيلاتور وياكلها، ما كتجيش زوينه. طيب كنطيب انا كل نهار ونهارو، كل نهار والرزق ديالو، كل نهار والشهيوات ديالو. وكنطيب ديك الطياب اللي كيقري ليا في ديك النهار، ما كنطيبش لا يومين ولا ثلاث ايام، كل نهار ورزقه وكل نهار والشهيوات. اش كتشهي الواحد راه كيضل صايم كيتشهى كل نهار، راه كيتشهى. واخا تكون عندك حاجه في الدار كتخرجي كتشهي شي حاجه كتجيبيها. انتما كتشوفوه اخواتي، هذا صافي قريب يتقلي. كنبقى ما نوقفش بالتحراك، هو تيتقلى ولا تنحرك، الا وقفنا راه تيتحرق. ما تغفلوش لا على اللوز، ماشي ديروه في الفران وتخليوه تغسلو عليه مره مره قلبوه مره مره باش ما يتحرقش. شي دابا ما دابا طاب، باش عرفتو طاب هزيت وحده حيت ما كيبانش. ها شفتو هو محمر مزيان، رحيت مع هذا اللي ما كيكون ما مفصوخش ما كيبانش يكون واش طاب ولا ما طاب. دابا راه طايب لي مزيان، ردوا البال ما تفوتوش الطياب بزاف، ما تفوتو ما تخليوش يتحرق ليكم. ها هو طاب ليا، دابا غنحيدو غنحيدو دابا طاب. في واحد غير كانت عندي، ما بغيتش نخليها هكاك تخسر. واحد 200 غرام ديال زرع الكتان، الا بغيتو ما ديروهاش. هذه ما كتغسلش، هذه لا تغسلات لا تطلق الخيوط، هذيك كديروها غير هكا تنقيوها وكتقليوها صافي. حتى هي كنقلي هاد 200 غرام ديال زرع الكتان. الا بغيتو ما ديروهاش، لكن غيطول عندكم سله بلا ما ديروها. انا ما ديرش بزاف، دايره 3 كيلو ديال الجلجلان و 3 كيلو ديال اللوز، ماشي شي كميه كثيره. الا كانت شي كميه كثيره بلا ما ديروها، حيت الا بقات شويه في الصوف ما كتجيش هي هذيك. غير كانت عندي هاد البكيه ديال 200 غرام، خفت تبقى ليا تخسر، نقيتها نتوما كتشوفوا نقيه ما فيها والو، دوزت عليها نقيتها دغيا ودرتها حتى نقليها حتى هي. ما نغفلوش عليها ديما مع التحراك، نبقاو نحركو. حمرت الجوفو هلو هو الججران ديالي من قليته. دابا راه قليت كلشي. هي واحد النصيحه بغيت نقولها لكم، الواحد الا بدا كيقلي راه خصو يقلي يكمل داكشي ديالو ويطحنو في نفس النهار، ما يخليش حتى الغد ليه ولا يطرخ عليه. راه كيبرد هادشي اللي كتقليو، الا خليتوه حتى الغد ليه ولا يومين راه كيبرد. من الاحسن تقليو. انا دابا راه نطلي بكري، راه الصباح دابا تبارك الله دابا 8، انا مكمله القليان. دابا ان شاء الله غنبدا نطحن وغادي نخلط الصفوف ديالي في نفس النهار. هو نصيحه على الججران، ملي كتغسلوه كتنشفوه مزيان، كيتشمش مزيان، خصو الشمش يتشمش مزيان باش ما يجيش فيه واحد بحال واحد الريحه بحال الغموليه صافي. وكتقليوه مزيان. دابا غندوز نطحن لهاد الشي كلشي ديالي اللي قليته وغنخلط الصفوف في نفس النهار. نوريكم فين كنطحن الججران في هاد الماكينه ديال الكفته اللي مع العجانه. انا شاريها مع العجانه، فيها العجانه ديال الخبز كتكون هنايا، غير الكاس درتو كيتغسل. وهنا كافين كطحني اللحم، ولكن هنا ما عمرني خدمتهم نهائيا اللحم، وعندها حتى ماكين حتى بلاصه ديال العصير. هنا مخليه غير الكعبه، اللوز ملي كنبغي ندير اللوز، ملي كنبغي ندير الكعبه كنطحن فيها اللوز. ودابا كنطحن فيها الججان، غنبغيت نوريكم راه كيجي معلك. ها راه كتعلكو، انا غنوريكم. كديروا لي جوج طحنات وكتجي ساهله احسن منه. شوفوا
راه عرفتي كتخرج تبارك الله كتخرج كتخرج الجلجل معلك وفيه الزيت يعني كيطلق الزيت ديالو حيت السلو راه كيبغي هادشي يكون مطحون وخارج الزيت لا من اللوز لا من الجلجل. انتما تبارك الله راه كطحنوا جوج طحنات ولا ثلاثه طحنات على حسب. ها انتما تبارك الله ها معلك ها يعني ملي تيكون هكا هادشي مطحون مزيان راه ما كتحتاجو كاع ليدان بزاف ديروه في السله. انا غنبقى دابا غنطحن انا كلشي هنايا غنطحن كلشي انا في هاد الماكينه حتى اللوز غادي نديرو هنا الا النافع وحبه حلاوه اللي غادي نطحنهم في الماكينه بوحدهم وغنشططهم غنغربلهم مزيان. هانتوما شفتو كي كتخرج كي كيخرج الججلان هذا راه غير الججلان دابا هانتوما ها يعني ما محتاجش ليدان بزاف صافي نبقى غادي تنكمل هاد الكميه اللي عندي ونتلاقاو. هانتوما كتشوفو هو الطحين كنحمر في الفران كنحمر في الفران كيلو ديال اللوز اللي غادي نزين به السلو هو خويت عليه الماء طايب خليته واحد 5 دقائق وصفيته دغيا هو غنقشرو ونشفو مزيان ونقليه. نحتاج كيلو ونص ديال الزبده من ماركه تكون الزبده تكون ماركه مزيانه غنديرها طيب مزيان وغنصفيها من الحليب وغنخلط بها السلو. هنا الزبده راه كنخليها حتى كطيب مزيان كنحيد منها الكشكوشه وكنحيد منها الحليب وعاد كنديرها. راه درت هنا غير كيلو حتى نشوف الا ما قدنيش عاد نزيد نص كيلو الاخر. دابا نخليها طيب مزيان كنقلي في الزيت هذا اللوز اللي غنزين به السله. البوطه كتكون مهيله عليه وكنديرو في الزيت بارده وكنخليه حتى كيتقلى. دا كنحيد ليها هاد الكشكوشه من الفوق بحال هكا كنبقى حتى كنحيدها ليها كلها. عندي هنا واحد الكيلو ديال السكر كلاصي والقرفه هنا درت في البانيو حيت غادي يجيني كثير بزاف. 5 كيلو ديال التقاوت 5 كيلو ونص ديال التقاوت وغندير عليهم 3 كيلو ديال الطحين غنخلطو مزيان. غندير 3 المعالق كبار ديال القرفه وغادي ندير سكر كلاصي وغندير الطحين ونبدا نخلط. كنغرب الطحين نبدا نخلط الطحين ونعرفو مزيان باش تيجي معلي هنا. راه حتى نخلطو مزيان غنخلطو مزيان. راه ديك نص كيلو ما قدنيش كيلو ديال الزبده وغنخلطو مزيان وعاد غنهزو غنديرو نحطو في القصريه شويه بشويه. غنخلط بعدا مع هاد الججلان هذا قليته ماشي مقلي مقلي واللوز هنايا نص كيلو ديال اللوز غنخليهم هادو حتى الاخر. دابا ملي غنخلطهم هنا مزيان غنقسم شويه بشويه وغادي نحط في القصريه وغنبدا ندلك بيديا باش كيجي معلك. غنبقى ندلك هو تيبغي الخدمه مزيان كيبغي يدلك باش كيخرج. حتى اللي بغى يديرو في الماكينه راه ممكن يديرو في الماكينه ديال العجانه ويبقى كنبقاو نمعكو بحال هكا كيبغي يدليك مزيان. وواحد النصيحه بغيت نقولها لكم حيت فايته وقعت لي انا واحد عامين هادي كنت خلطته بالعسل ما درتش السكر كلاصي ودرت العسل ومازال العسل الحر اللي درت فيه ولكن نشف ليا
الغد ليه نشف. نصيحة مني ما تديروش ليه العسل، راه كينشفو. بحال اللي بغى يدير ليه العسل ينقص من الحلاوة من السكر كلاصي حتى حتى يبغي يحطو وعاد يخلطو مع شوية العسل. أما دابا باش يديرو ويخليه دابا يدير العسل ويخليه، راه كينشف والله إلا كينشف. وقعت ليا أنايا دابا، راه غنعمل معكم مزيان وعاد نحاولوا القصريه وغنقندلك فيه مزيان. ملي كديروه في السطل هانتوما كتشوفوا راه ملي كديروه في السطل تبغيو تخبيه ولا لا المهم فين بغيتوا ديروه، كتبقاو ديروا ليه بحال هكا باش كيطلق ليدان. راه الصباح كتشوفوه طالق ليدان ديالو. انا عاد بغيت نقادو هاد الطبسيل باش نصورها لكم، باش نوريكم كيفاش جا هكا. السلو ديالك يكون كملته كيجي بحال هاد الطريقه هادي. نتمنى يعجبكم، كيجي معلك وزوين. الى فيديو اخر ان شاء الله.